ومستمرين معكم مشاهدينا بفقراتنا الصباحية، وهلا نروح لفقرتنا الثالثة وهي دراسة الشخصية. لكل شخص طبعا صفاته اللي بتميزه عن غيره هي عبارة عن مجموعة من الأفكار أو التعامل، السلبيات والإيجابيات، وطريقة تفكيره بتظهر من خلال التعامل مع الآخرين. تعد دراسة الشخصيات من أشهر الموضوعات اللي تم مناقشتها في مجال علم النفس، وتم وضع عدد من النظريات للكشف عن بعض جوانبها وتحليلها وتعريفها وأيضا فهمها. رشا، والله إذا بدنا نقعد لنفهم شخصيات بدنا عمر مثل ما بيقولوا. اليوم الشخصية، خلينا نقول بداية أنه الشخصية هي أي إنسان بيولد على هالحياة بالفطرة بيكون هو إنسان خير. اليوم الإنسان بيجي على هالدنيا هو صفحة بيضاء، ما بيعرف الكره، ما بيعرف الخبث، أصلا ما بيعرف شو هو الشر. فما بين الفطرة والاكتساب مراحل نحن بنمرق فيها، بنشوف شخصيات كثير متعددة بحياتنا، بنشوف الخير، بنشوف الشرير، بنشوف المزاجي، بنشوف أصحاب النوايا السيئة، وكثير بنشوفهم هدول للأسف في المجتمع. يعني هدول الشخصيات، ظروف الحياة، مراحل الحياة، البيئة المحيطة. اليوم الأهل هن أساس كثير داعم لشخصية الإنسان، أكيد يعني بتأثر سلبا أو إيجابا بشخصيته. ولكن الإنسان اللي بيعرف شو بده صح مثل ما بيقولوا بالعامية يقدر يحول حتى السلبي لشيء ايجابي، يقدر من هذا السلبي يعرف هو شو بده من الحياه، شو بده من شخصيته ليقدر يرممها اكثر ويفهم حاله اكثر. اليوم لنحكي اكثر عن الشخصيه، كيف تتطور، مراحل التطور، شو هي اهم الخطوات لنقدر نفهم حالنا ونقدر نحاول نفهم المحيط اللي حوالينا. اكيد معلومات خبرنا عنها ضيفنا لليوم وهو السيد يحيى سليمان، اخصائي في علم النفس والتنميه البشريه. يسعد صباحك يا استاذ، واهلا وسهلا فيك. صباحكم، صباح المتابعين، صباح الخير لسوريا، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك، والحمد لله على سلامتك كمان. بدايه خلينا نحكي عن الشخصيه البشريه وعن مفهومها بالمفهوم العلمي وايضا بالمفهوم النفسي. طبعا الشخصيه البشريه مثل ما تفضلتوا انتم شرحتوا جانب كثير كان واضح من الموضوع، هي شخصيه ديناميكيه من الناحيه العلميه ترتبط باسس النفس الجسديه. طبعا الاسس النفس الجسديه دائما نحن بنحكي دائما عن الامراض. الامراض 70% هي امراض الانسان، 70% هي مرضى بيكون نفسي، توافه نفسيه. هذا بالجانب العلمي. الجانب النفسي دائما بيرتبط الشعور لا شعور مع الوعي والادراك لحتى تتنمى الشخصية وتتحاوى مع نفسها وتتكيف مع البيئة المحيطة بها أو الخيارات المتاحة لها بشكل عام. طيب دكتور، ذكرنا أنه نحن في حالات نحن بنخلق ما بنعرف غير الخير بحياتنا، يعني نمرق بمراحل بظروف. البيئة المحيطة هي خلينا نقول العامل الأساسي الأول ببناء هي الشخصية. شو هي الظروف اللي ممكن تحول شخصيتنا من الإيجابي للسلبي؟ هلا في ظروف كثير اكيد. طبعا علماء النفس والفلاسفه ذكروا مقومات كثير هادفه ولوضوح. دائما بيقولوا هي الاندماج مع الاخرين لا يعني الغاء الذات، بل هو تاكيد على وجود الذات. طبعا هو الاندماج وقت بيكون ايجابي، وقت بيكون الاندماج لا يخلق للذات فرصه حقيقيه، يتحول هذا الشيء بشكل عكسي، بشكل سلبي. يعني عندنا الاندماج مع شخص شريك عاطفي، يمكن العاطفي اكثر شيء بتاثر هو هي نركز عليها. اي، وبصير تعلق للاسف كثير، هذا الموضوع بيكون مطروح. بس اكيد نحن اليوم ما عم نحكي عن العاطفه كحبيبين كشريكين، ممكن عاطفه اب، عاطفه ام، عاطفه طفل. يعني اي، هلا كعاطفه ممكن نقول حبيبين، ممكن نقول الطفل مع والدته او والده، ممكن نقول حتى كشخص متعلق بوطنه. صحيح. يعني شخص حاب يندمج مع الاخرين عشان ما يتعرض لهي الاشكاليه، سافر لبرا بيندمج بالمجتمع، هون صار عنده اشكاليه. اشكاليه بشخصيته، لانه هو عنده طباع معينه متربى عليها او بيئه حاضنه، ودخل على مجتمع غريب. دخل، هذا القياس طبعا بياخذنا على مبدا تعلق الشخص مع اصدقائه، مع اهله، مع الحبيب، مو طبعا الحبيب بمبدا العاطفي بس، عاشق بس. اكيد هاي النقطة كثير مهمة جدا، لازم الإنسان يشتغل عليها وما يعطي الحجم الزائد لهي النقطة. يعني ما لازم يتخلى عن ذاته في سبيل إرضاء الطرف الآخر، إذا كان سواء شخص أو كان مجتمع. مثل ما حكينا، إذا شخص اغترب برا عم يضحي، بيتنازل من مقوماته ومبادئه وطريقة حياته، عاداته، تقاليده، مشان يحاول يرضي البلد اللي عايش فيه أو المجتمع اللي عايش فيه، وهو هذا هون بيكون تخلى، لا صار مثل البلد اللي عايش فيه ولا رجع مثل ما كان. خلينا نحكي عن كيفية تطور الشخصية.
طبعا الفيلسوف عالم النفس النمساوي سيجموند فرويد ذكر شغلي عن الكائن البشري الصغير. يتكون اول حياته الانسان عباره عن طفل، تتحول هي بعد 3-4 سنين 5 سنين لنوعيه خاصه بذات الشخصيه. الفيلسوف جون لوك اعتبر الانسان انه هو صفحه بيضاء بخط فيها كل شيء يحدث له من افكار وعواطف واستنتاجات. بس بالنسبه للطفل بفتره ال5 سنين الاولى بحياته بيكون هو شخصيه خام، اذا هون ما عنده فكره عن ذاته. لذلك خيار كمثال، طبعا نحن بنحب نحكي بطريقه الامثله، خلينا نحكي ببساطه، طريقه عاميه لانه ما بدنا نحكي بطريقه الكتب والعلم والفلسفه وكذا، نوصل الفكره لكل حدا. نحن اكيد نحن عم نحط عنوان راي عالم او فيلسوف مشان نحكي هو بشكل عامي. اكيد الطفل نحن عندنا بالبلد مثلا 6 سنين بصير صف اول. طيب هون بصير صراع مع الاهل او بنعتبر بالروضه بال5 سنين، هون هي الفكره المكنونيه للشخصيه بلشت تتكون. فالطفل بهذا العمر بيدخل على الروضه او المدرسه، بلش يتعرف على ناس، بلش يتعرف، بلش يندمج، صار عنده رده فعل فارق اهله، صار مستقل، اول مره بحياته بيكون لحاله. تلاقي بتمري بروضه او بمدرسه تلاقي البكي والعياط، الخوف هذا ايه موجود دائما. ايه الخوف، هلا بدنا نحكي نقطه عن الخوف هلا ايه، بس بالنسبه لهون هي الغايه طبعا اندماجه بيخليه شوي يحس بشعور من الرهبه. فهذا الموضوع لازم يكون بصراحه متابع بالكادر التدريسي موجود فيه الأهل. ومع الاهل طبعا هي حاله طبيعيه اليوم استاذ، يعني هاي الانتقال من حضن الام والاب لنظام جديد بالحياه. بالضبط، هي الحاله الحقيقيه لبدايه الشخصيه والذات، لمعرفه الطفل، الانفصال او لمعرفه الكائن الانساني بلحظه الطفوله للانتقال للمسؤوليه والاعتماد على الذات. خلينا نحكي بنقطة اليوم، يمكن الظروف تجبرنا نتغير، يمكن الحوالينا يجبرونا أنه نحن نعمل شيء ما منحبه، نغير شيء بشخصيتنا كرمال أنه نحن ما نكون ضحية لآراء الغير، ما نكون ضحية للظروف اللي عم حوالينا، ولكن بيبقى الأصل هو الجوهر بكل حدا فينا. أكيد. يعني قد ما كنت عم تحاول أنك تظهر غير حقيقتك بلحظة ما رح ترجع لقلبك، لأساسك، لطيبتك. يعني في بعض الأشخاص للأسف بيروحوا بالشر لأمراضهم النفسية، بيروحوا بالسلبي للأمراض النفسية، ودائما نحن بنربط الشخصية بالصحة النفسية. اليوم كيف حتكون صحتك النفسية؟ حتكون من خلال شخصيتك. يعني في أفكار نحن في ولو شغلات بسيطة مشتغل عليها بحياتنا اليومية ممكن تخلينا نحول السلبي للإيجابي وتخلينا هيك ننمي شخصيتنا للأفضل. شو ممكن نعمل يعني؟ حلو، أفكار كتير خلاقة. خلينا نحكي بالأفكار الخلاقة. عن جد أنا هذا السؤال بتشكرك عليه، إنه سؤال كتير مهم. هذا سقراط قال الحياة ليست بحثا عن الذات بل هي رحلة، يعني رحلة العمر الموجودة بحياة الإنسان اللي هي بتصيغ معنى حياته. طيب نحن عندنا بنقول شخصيه، الشخصيه هي ما راح تكون واحده، يعني انا راح اشبه عليكم. انتم هلا مقدمات او مذيعات. نعم. طيب انتم حضوركم معي هلا بهالحاله بشخصيه ثانيه، ما مو شخصيتكم الحقيقيه، بطبعك، بطبعك، بحياتك الصبح، امبارح. اذا هذا الشيء هو انعكاس للحاله اللي انتم، انعكاس خارجي صحيح موجودين فيه. بقى الشخصية الداخلية الباطنية بتعكس تفاصيل معينة بتتعلق بمشاعر، بمواقف حياتية لا تظهر. هل الإنسان اليوم قادر على إخفاء كل مشاعره؟ هلا بشكل ممكن بخفيه وممكن بشكل متعاكس حسب المواقف، يعني حسب الموقف طبعا. في اشخاص ما بتقدر، يعني في اشخاص بتطلع بوجهها بتعرف انه ما بتقدر تخبي، وفي اشخاص بتقول لك انا ما فيني اخبي، يعني معالم وجهي بتحكي على الشيء الداخلي بحياتي. بس المشكله نحن طريقه التعبير، يعني نحن بنقول انه اكيد اغلب الناس يعني 99% ما بيقدروا يخبوا. بس في شغله هون، ممكن الواحد يكون مزعوج من موقف ويعمل طريقه معينه، هو يعتذر او يكون ودود او هو حنون. ممكن شخص ثاني يتمرد، يتحول لمشكله، لصراع، حتى بنسميه نوع من الايذاء، سواء اللفظي او سواء الجسدي، او حتى يوصل لمرحله الشخص وقت بيكون بالسجن انه عامل شيء جريمه او فكره معينه، يكون هو ناجم عن رده فعل داخلي. رده فعل بالنهايه بتلاقيه هو يشعر بالندامه لانه ما هو،
يعني في كثير اشخاص موجودين بطريقه انظلموا فيها، بالاحرى هن ظلموا نفسهم بيكون. خلينا بس نركز ولو هيك باقل من دقيقه عن الافكار الخلاقه بتنميه الشخصيه يعني. طيب الافكار الخلاقه نحن قلنا دائما الانسان مسار حياته بيبحث عن شيء، العلاقه مع نفسه، ثقته بنفسه، لحتى دائما يفترض هي المعايير الموجوده معه، يعني كيف؟ الانسان عنده طبع معين. هادئ، علماني، عميق، بيفهم او كذا. كان بموقف معين، قاعد بمكان او تعرض لموقف، بيكون رده فعله مو من شخصيته. بهي الافكار الخلاقه هي بتساعده للنمو، بتساعده لتطور شخصيته. نعم. بالنهايه. بس طبعا هون هي السويه اكيد، ثقه الانسان بنفسه هي اللي بتخليه يكون مرن بشخصيته. يعني مو شرط ان تكون شخصيتي دائما موجوده، ممكن انا هلا بلحظه اكون هادئ، ممكن انفعل لسبب مثلا اصرخ، بس انا ما هيك طبيعتي، بس فرض علي موقف، ممكن انا مثلا بدرس احد الطلاب او الطالبات كذا بيجي بعصب، انا ماني عصبي بس لانه افرض بيقولوا لي استاذ، حتى موجوده بالكتب انه لازم الاستاذ يعطي نبرات معينه او يبرز شخصيات معينه، يعني يعيشك بالحاله مثلا موضوع معين بالتاريخ، يعيشك حاله معينه لحتى اقدر. بقى هون انا غيرت بشخصيتي بس بناحيه خلاقه وايجابيه اكيد. طب خلينا نحكي عن اساسات كيف بتتم قراءه الشخصيه في علم النفس. طبعا اكيد لا، اول شيء بيكون نوع من الدراسه والفراسه، هذول الجانبين بيكونوا موجودين بالشخص اكيد، يعني مو اي انسان بيقدر كنت اقول لك انه يتوقع، لانه هن الناس للاسف الجانب الاخر بيظن انه نوع من التوقع لا علاقه بالابرار وكذا، هي علم بحد ذاته. اكيد هي طبعًا. علم وبترجع لعالم بلجيكي يعني بالقرن العشرين هو اللي وضع نظريات علم الفراسي، فاليوم نحن اكيد عم نحكي علم هو مرتبط بعلم النفس. طيب اكيد نحن وقت نحكي على الفراسي او تحليل النفس او تحليل الشخصيه، هي الغايه مو اظهار هذا الشيء من نوع من الكلام. نحن بنطالع هذا المعنى، وقت نحن بنقول انت طبعك معين مثلا واثقه من نفسك بس بتخافي، انت عندك رؤيه معينه هادئه بس بتزعجك بعض التفاصيل، طب هي مقومات عامه بس نحن هي عنوان على السطح يدخل الى الاعماق. على شو ارتكزت اليوم بقراءه الشخصيه اللي امامك؟ يعني هل اليوم لغه الجسد عم تكون شريكه مع علم الفراسه لحتى طبعًا. اليوم تقدر تكتشف هي الجوانب؟ بنرجع نقول نحن اليوم عم نحكي علم لمؤسس عالم وضع له نظريات، يعني كرمال نبتعد عن موضوع التعليقات السلبيه. اكيد طبعا اكيد هذا الموضوع في شغله بالنسبه للتعليقات، مستحيل الانسان بالحياه يرضي اي حدا. يعني انا اذا بتحدث عن موضوع تحليل نفسي او شخصيه او توقع او اي شيء بعلم بيكون في اشخاص هذا الشيء ما راح يعجبهم. يعني انت اليوم بتعتمد على لغه الجسد؟ شو كمان؟ بعتمد على لغه الجسد، على الاسم، على البث اللي بيطلع منكم. طبعا بس الطاقي، لكل انسان فيه طاقه معينه، انتم عندكم مثل ما بنقول العيون بتنشر شيء. تعطي طاقة العيون، لغة العيون موجودة مثل ما مثلا الموسيقى هي لغة العالم، لغة الروح. إذا معناتها في شيء علمي وفي شيء نسميه روحاني حقيقي. الرابط الحقيقي بس مشان النقطة الصغيرة اللي بنحكي فيها، هي بتربط الإنسان بداخله وأعماقه وعلاقته مع السماء، هو مع الله. سيدنا سليمان ذكر شغلة إنه مجالسة الحكماء تعطينا الحكمة. صحيح، كلمة حلوة، وجلسة الحكماء تعطينا الحكمة. وبنفس الوقت في ممكن في شخص بيقول لك هذا الحكي مو صحيح لأنه هو مو حابب يصير حكيم. تحليل الشخصية هون بياخذنا أنه نحن لابد أنه يكون عندنا دائما أشخاص راضين لرأينا، وهي حالة صحية صارت مع الإله، مع الله. عارضوا بطريقة غير مقصودة طبعا، مو بناحية دينية عم نحكي، عم نحكي بمبدأ علمي يعني طبعا روحاني، أنه صار هذا الموقف وصارت البشريه وهذا الشيء. طيب هيك سريعا قبل ما نختم معك، شو قرات هيك من خلال زيارتك لعنا؟ ايه هلا قرات بصراحه جد من اول ما دخلت، انا صار لي يومين ما نمت لاسباب كثير، ومتابعين كثير بيعرفوني. امبارح دعيت لنشاط رياضي وقلت لهم انا عندي سفر وكذا وما هيك رحت. يعطيك اذا انا الله يعافيكي، اذا انا وقت بعيش في سعاده دائما بدي اروح للسعاده، فانا وقت دخلت لهون لقيت السعاده موجوده فيكم. مثل ما بننظر نحن للشيء بنلاقي،
شفت عنكم السعادة، شفت عنكم المحبة، وقرأت كثير شغلات، بس كلها شغلات إيجابية، وشكراً كثير كثير لكم. شكراً كثير لك. شكر حضورك لليوم السيد يحيى سليمان، أخصائي في علم النفس والتنمية البشرية. شكراً لإلك، وأكيد تحياتنا وسلاماتنا لأهلينا بحمص. أهلاً وسهلاً. شكراً كثير لك. نتواصل إن شاء الله أكيد.